انا هديل سويلم فنانه تشكيليه وصاحبه براند ريحانة ارت سنتر. النهارده جايه اعرفكم على ازاي بنشكل ونعطر صابون الجليسرين الخام. طبعا فايده الصابون الجليسرين ان هو بيحافظ على البشره وبيحافظ على رطوبتها، بيمنع الجفاف، يمنع المواد الدهنيه من الظهور، وطبعا بيعالج حب الشباب. اهم حاجه ان احنا نجيبها يكون الجليسرين خام من مكان موثوق فيه، ولو ينفع نعمله في البيت هيبقى ده افضل، بس ده هياخد وقت مننا كتير. المواد اللي هنستخدمها في الورشه بتاعتنا النهارده، رقم واحد طبعا الصابون الجليسرين الخام، ده بيبقى شكله وساعات بيجي في برطمانات كبيره. بستعمل ميزان حساس عشان اقدر اوزن كميه الصابون اللي انا هستعملها. بستعمل الوان طبيعيه، ممكن تبقى الوان الطعام. بستعمل زيوت طبيعيه خام من عند بتاع المعطرات. طبعا بروح اقول له عايزه زيت خام بيور، ما يكونش عليه اي اضافات، ما يكونش عليه كحول، يعني يكون حاجه خام. بستعمل كحول خام علشان امنع عمليه تكاثر البكتيريا على وجه الصابونه بتاعتي وانا بعد بجهز. بستعمل قوالب السيليكون اللي انا هشكل فيها حجم الصابونه بتاعتي، ممكن يكون اي شكل انا بحبه، شكل صغير او شكل كبير على حسب اللي انا عايزاه. هبدا اسيح الصابون الجليسرين الخام بتاعي اللي هو ده شكله. لازم يبقى عندي لوح تقطيع من السيراميك وعندي سكينه حاده ببدا اقطع بيها، تكون خاصه بالصابون او اقطعها زي دي. ببدا اقطع الصابون لقطع صغيره وباخده معايا واسيحه في حمام ميه على النار. لازم يبقى حمام ميه، ما ينفعش نار مباشره والا هيتحرق مني. او بدخل الصابون اللي قطعته عندي جوه الميكرويف واسيحه. هنا صابون الجليسرين بعد ما سيحناه في الميكرويف بقلبه كويس قوي، ممكن استعمله على لونه وممكن اضيف عليه الوان زي ما انا عايزه، زي ما انا حابه يبقى ايه. بضيف عليه المعطر كمان بتاعي او البارفان اللي انا عايزه احط العطر بتاعي فيه كده، وببدا اصبه في القوالب بتاعتي كده. خلاص انا صبيت الجليسرين بتاعي كله، صابون الجليسرين كله. ببدا احط رشه كحول اولا عشان البابلز دي تروح مني، ما يبقاش فيها اي فقاعات هوائيه، وفي نفس الوقت يعمل تصبن للصابونه ويمنع ظهور البكتيريا على وش الصابون. احنا صبينا الصابون بتاعنا وهنستنى شويه عليه يتصلب، هو مش هياخد ربع ساعه بالكتير قوي بعد ما رشينا عليه الكحول. احب اقول لكم ان الخامات دي كلها متوفره في باب الشعريه. هنلاقي الصابون الجليسرين الخام، وهنلاقي العطور، وهنلاقي الالوان، وفي عندي الوان مايكا. صابون الجليسرين الخام برضو انا ينفع اضيف عليه حاجات طبيعيه من مطبخنا، طبعا ينفع احط منه قطع قرفه صغيره او قطع قرفه باودر، ينفع احط قطعه ليفه صغيره جوه الصابونه بحيث ان هي تبقى سكراب في نفس الوقت، ينفع احط ورده جميله، ينفع احط لعبه للاطفال بحيث ان هي تحببهم في انهم يغسلوا ايديهم كتير. صابون الجليسرين بما انه خام فطبعا هو امن جدا على الاطفال، مفيش منه ضرر زي ما شفنا مع بعض، مفيش اي مواد حافظه اتحطت، مفيش اي كيميكال اتحطت. الصابون لو حابه ان انا اعمله طبقات زي كده، فانا بحط اللون الاول بتاعي، اللون الاولاني، وبستنى لما يتصلب تماما وابدا اعمل ثقوب صغيره في الصابونه عشان اللون الثاني ما يبقاش مفصول عن اللون الاولاني، وابدا اصب اللون الثاني لو عايزاه. لو عايز الصابون يبقى شفاف تماما وباينه لعبه الاطفال فيه، فانا ما بحطش اي لون عليه، بحط عطور فقط. دي اشكال الصابون بتاعنا بعد ما تصلبت تماما، وهنفك هنا الاشكال نشوفها مع بعض اللي احنا عملناها. ادي الشكل ده عشان عليه جليتر، ده باللون، دي النحله. قد ايه الاشكال جميله وبتبقى محببه جدا للاطفال، خصوصا مع الحجم الصغير ده. ممكن اعملهم باللون الاحمر بمناسبة الفالنتين دي جاي. كده حلقتنا خلصت النهاردة بالصابون الجليسرين. يا رب تكونوا استمتعتوا معايا، ويا رب تكونوا عرفت أفيدكم بحاجة جميلة، واستنوني في حلقات جاية تانية إن شاء الله بإذن الله بحاجة مفيدة عشانكم.